من باريس، يوثق رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني علاقة حكومته الخارجية سواء على صعيد السياسة أو بتطوير القدرات الاقتصادية والصناعية والزراعية ومجال البنى التحتية. السوداني وماكرون ومن خلفهما وزراء البلدين وضعا على طاولة المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقات تعاون مشترك تهدف إلى الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجالات يحتاج العراق إلى تطويرها وأولها الخدمات. أهم هذه الوسائط هو موضوع مترو بغداد وموضوع القطار المعلقة التي سبق وأن تم إعداد تصاميمها من قبل شركات فرنسية متخصصة. اليوم هناك مباحثات ومداولات من أجل الإسراع بعملية تنفيذ هذه المشاريع المهمة للعاصمة بغداد. مد جسور التعاون حول الملفات الأمنية والخدمية والثقافية ناهيك عن السياسة كان على رأس أجندة زيارة السوداني للعاصمة الفرنسية، وهو ما تمحورت حوله الاتفاقات الموقعة بين الجانبين في هذه الزيارة، اتفاقية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، بالإضافة إلى مساعدة فرنسا في إعادة قطع أثرية سرقت من العراق بعد عام 2003 مع تعاون مشترك لترميم المعالم الأثرية. وبحثنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى مساهمتهم بإعادة ما دمر في مدينة الموصل القديمة مثل جامع النور الكبير ومئذنة الحدباء وحوش البيعة كنيسة الطاهرة وما يوجد فيها من كنائس أخرى، فضلا عن مشروع إحياء روح الموصل. وفي مجال الاقتصاد أكدت بغداد وباريس على أهمية نشوء بيئة آمنة للشراكة بين الشركات الفرنسية والعراقية من أجل تطوير القطاع العام والخاص في مجال الصناعة. ملفات الطاقة والخدمات ومكافحة الفساد هي ما تصدرت جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له لباريس، خطوة تترجم برنامجه الحكومي في استرداد الأموال المهربة والارتقاء بالواقع الخدمي. من باريس، أحمد مؤيد، يو تي في.